رأته ونادت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أبو علي علي عزيز، يعني صعبة يا أبا عبد الله، علي عزيز أنا أسير على الردى، وتبقى بوادي الطاف يصهرك الحر. أخي أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي، وعن مثل هذه الأيام زينب عليها السلام ما صار لها شهر من وصلت المدينة، أسبوعين بس، ثلاثة أسابيع من وصلت أرض المدينة. تدري هالأيام قضتها في دار أخيها الحسين، ما تطلع لل، وصارت عندها حجاية ويا أبو علي، تقل له: يا ابن أمي بسواد الليال أنا قاعد بوسط الدار، تمر أيامنا الحلوة وانكر يوم واحنا صغار، بين أمنا البتول كرار من واحد لعد واحد، ومسرورين خويا اليوم. جيب صورة زيادة شهيدين، صورة خلاص.